السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنريكم كيفيات إنشاء حساب أدور ثم ربطه بقناتك على اليوتيوب، وثم نقول لكم لا تبخلوا علينا باشتراك وإعجاب للقناة. نعود إلى جوجل، نتأكد أن الجيميل الذي أعددنا به القناة موجود في اليمين هنا، ثم نكتب الإعلانات، ثم ندخل إلى أنشئ حساب إعلانات جوجل. ثم نقوم بالبدء الآن. ثم نهبط إلى Créer un compte sans compagnie. إلا فتحنا، بغينا نفتح واحد الحساب ديال جوجل أدورد بالهاتف، غادي خصنا ضروري نخلصو. أما في الحاسوب كنفتحوه مجانا. غنجيو هنايا Créer un compte son compagnie. نديرو المعلومات ديالنا، هي المعلومات هي هذه صحيحة. انفويي، ثم explorer votre compte. Nouvelle compagnie. Continue. تعذر. تعذر على ونكسو شوية ثقيلة، الويفي ثقيل. هو النوبي كومباني ديالنا. هذا هو الكود ديالنا، نحاولوا نديروا ليه كوبي. Thank you.
هذا هو الكود ديالنا، نديرو ليه كوبي ثم نذهب إلى القناة. ثم نذهب إلى القناة، إلى قناتك، ثم إدارة الفيديوهات، ثم إلى الإعدادات. الإعدادات المتقدمة، الإعدادات المتقدمة إلى ربط الحساب. اكتب الاسم هنا، ثم نقوم بنسخ الرقم كولي، ثم نقوم بتم، ثم نقوم بحفظ. غادي نتسناو على ما أظن برشي 5 دقائق أو 6 دقائق باش يجينا الكود، ثم نقوم بتفعيل. هنا غادي يجينا الكود هنا على شكل نوتيفيكاسيون او على شكل اشعارات، ثم نقوم بفتح هذا الملف لربط الحساب. بعد انتظار توصلنا بالموافقة. رجعوا هنايا إلى الإعدادات على القناة على اليوتيوب، القوا هنايا في انتظار الموافقة، ثم ندخل إلى الحساب الجديد وندخل إلى النوتيفيكاسيون. لقد توصلنا بالإشعار، نقوم بأفيشي. وننتظر حتى نتأكد بأن قناتنا موجودة هنا، أي أيوب الوردي. نقوم بأبروف، موافقة. ثم نذهب إلى قناة إدارة، إلى قناة على اليوتيوب، ندخل إلى إدارة الفيديوهات، ثم إلى الإعدادات، ثم ندخل إلى القناة، ثم إلى الإعدادات المتقدمة، ونرى إذا كان ربط الحساب أم لا. هنا يقول تم الربط. ولهذا فإن القناة مربوطة بجوجل أدوورد. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، ثم إعجاب
ومن كان لديه استفسار فليكتبه في تعليق. هذه القناة لم تكتمل، لدينا أولا إنشاء القناة، ثانيا ربط بالأدوورد، ثالثا إثبات ملكية القناة. إن شاء الله في الفيديو القادم سنريكم كيفية إثبات ملكية القناة، وشكرا.